للأسف إخواني، أقولها لكم بكل ألم وبكل غضب وبكل تحسر، ليس لدينا جماعة حاكمة، ليس لدينا حكومة، إنما مجموعات تتصارع فيما بينها على المصالح، تتصارع على المراكز، تتصارع على الأموال، وتستخدم الملفات في الصراع فيما بينها. بوتفليقة كان تهم 83 من أنه سرق عدة ملايين من الدولارات، 23 مليون دولار فيما أذكر، وأخرج هذا بالجريدة الرسمية، ومع ذلك جابوه في 99 وضعوه على رأس الدولة. يعرفوا أنه فاسد، ضع فاسد على رأس الدولة حتى نستطيع أن نتحكم فيه. صالح، قايد صالح الآن، اللي هو عمره 80 سنة، يعني أكبر عسكري ربما في العالم سنا، وهو قائد الجيش الجزائري، كتبت عليه ويكيليكس السفير الأمريكي قبل 3 سنوات أيضا لما اتفضحت المراسلات الأمريكية، عرفنا ذلك، قال هذا أكثر شخص فاسد في العسكر الجزائري، يعني رأس الجيش، قائد الجيش، قائد الأركان، هو أفسد شخص داخل الجيش. وتخيلوا وش يبقى من بعد، هل يكون هناك لآخرين أفضل منه، خاصة إذا كان رب البيت ضاربا للطبل، فماذا تنتظر من أهل البيت؟ ويكيليكس أيضا السفير الأمريكي، وأنا لماذا أعتمد وأذكر ويكيليكس؟ لأن ويكيليكس في الحقيقة هي وثائق فضحت بدون رغبة وبدون إرادة الأمريكيين، وفضحت كل علاقاتهم مع العالم. ويكيليكس فضحت عن طريق السفير الأمريكي، وقالت أن إخوان الرئيس سيدي راباس ينهبون بلا حدود، سارقين بلا حدود، السعيد وعبد الغني ومن محيط معه، محيط بوتفليقة كله. المفسد لا يمكن أن يصلح، السارق لا يمكن أن يصبح غير سارق. بوتفليقة رجع لكي ينتقم من هذا الشعب اللي ما خرج من أجله سنة 79، واللي اتهموا فيما بعد من أنه متورط، مش الشعب الحقيقة، اتهموا النظام اللي جاء آنذاك الشاذلي، وبالتالي عوّم الخراب، الفساد بشكل غير مسبوق، أصبح الفساد عارم عام ليس له حدود، من أقصى بلدية آخر بلدية إلى رئاسة الجمهورية، مرورا بالوزارات والسفارات والقضاء والبوليس والدرك والجيش، الكل أفسدوه. ليس بوتفليقة وحده، ولكن هو اللي سمح أو افتح للفان تاع الفساد ليصبح فساد عالم. الآن الجزائر تصبح من بين المنظمات الدولية تذكرها على أنها واحدة من أكثر بلدان العالم فسادا. هل هذه هي الجزائر اللي مات عليها الملايين الشهداء؟ هل هذه هي الجزائر اللي كنا نحلم بها؟ كان يحلم بها أبائنا، كان يحلم بها أخواننا، كان يحلم بها، هل هذه هي الجزائر؟ هل في الحقيقة لا نكاد نصدق وكنا نعيش في كابوس، في حلم مزعج لا يكاد ينتهي؟ بعد الدمار اللي حدث في التسعينات واللي مس الإنسان، جات فترة بوتفليقة اللي تمس أخلاق الإنسان، عقل الإنسان، مبادئ الإنسان، قيم الإنسان الجزائري. فكان الدمار في اعتقادي أن فترة بوتفليقة أكثر بؤسا وأكثر سوءا وأكثر دمارا على فترة التسعينات، لأن التسعينات في نهاية المطاف ضربت الإنسان وقتلت الإنسان كجسد، 200,000 قتيل، بينما الآن ملايين، ونعرف أن الرشوة مست طوائف كبيرة من الشعب، وكثيرين ليس لهم خيار إلا أن يكونوا راشي أو مرتشي، وكثيرين ليس لهم، وأصبحت الرشوة هو السبور، كما يقول لك السبور ناسيونال، يعني لا كوريبسيون هي السبور ناسيونال لو بلي براتيكي في الجزائر، اللي هي بدون حدود، رياضة شاملة لا يكاد يمنع منها إلا من رحم ربك. ونعرف كثير من التجار أو الناس الأشراف أحرار اللي تركوا تجاراتهم وتركوا المكان وتركوا البلاد كلها، وقالت ما نقدروش نعيشوا في بحر من الفساد. كاين الناس اللي بقاو في الجزائر وصفاوا حساباتهم او تجارتهم او اعمالهم، وكاين الناس اللي خرجوا من وظائفهم، وكاين حتى ما يتورطش في الفساد العارم اللي مس البلاد، اللي وصل حتى بعض الائمه يفتوا بحلال الرشوه، تحليل الرشوه. القضيه اذا للاسف ليس لدينا نظام ليحارب الفساد، وانما يستخدم تيارس، تستخدم ملفات الفساد من اجل اضعاف الرئيس، والرئيس فسد كل المجتمع من أجل أن يبقى في السلطة إلى أقصى حد، ومن أجل الناس قلا بوتفليقة الله يبارك فيه. يعني شفنا كيف في قضية الفلاحة، قضية هذه لونسير لبعض الشباب، قضية هي رشاوي وتدمير، لم يعد هناك من يريد أن يشتغل في الجزائر، لم يعد هناك، لأنه كيف تشتغل إذا كان شاب ممكن عمره 25 سنة يروح يعطوا له 500 مليون أو مليار هكذا ملف، وفي الغالب هذه الأموال في الحقيقة تروح للمعارف، واللي ما عندوش معارف في الغالب لازم يمد رشوة من هذه الأموال لكي
يعطوا له هذه المبالغ، وقليل جدا اللي عملوا مشاريع منتجه او صالحه، وانما الاكثريه راحت في سيارات وراحت في شراء. ولذلك نجد السكنات في الجزائر من اكبر اغلى السكنات في العالم هي في الجزائر. هل يعقل ان تكون شقه في الجزائر اغلى من باريس او من لندن؟ غير معقول على كافة المستويات. نعم هي كذلك، كثير من الشقق في الجزائر العاصمة أغلى من شقق في باريس أو في لندن أو في بروكسل أو في مدريد أو في أي مكان في أوروبا، بل هناك كثير من المدن الغربية اللي هي الأسعار فيها أقل من الجزائر، بل أقل حتى من وهران أو من قسنطينة أو من عنابة. ممكن القضاء على الفساد؟ نعم. هل ممكن؟ نعم. هل هو قدر مقدور علينا؟ لا أبدا. بكل تأكيد الشعب الجزائري اللي عرف في الستينات والسبعينات وحتى في الثمانينات بصفاء وبكرم وبكرامة وبعزة وبكثير من الشموخ، لم يكن معروف على الجزائريين رشوة، ولم نكن نذكر بالرشوة إلا قليلا جدا وفي مستويات ضئيلة جدا. هذا من جهة. من جهة أخرى باعتبارنا مسلمين والإسلام يحرم الفساد، كل أنواع الفساد وليس فقط الفساد المالي، ولكن الفساد المالي يتحدث عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث شهير لعن الله الراشي والرائش والمرتشي، وفي حديث واضح. إذن هل هو قدر مقدور؟ لا، بكل تأكيد في إمكانيات للقضاء على الفساد. في الحقيقة لكي نقضي على الفساد أول شيء لازم أن تقوم دولة القانون، دولة الحق والقانون أول شيء. عندما يكون هناك القانون يطبق على الجميع، عندما يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب، عندما توضع الآليات الحقيقية لمكافحة الفساد مثل ما مثلا في نيوزيلندا أو في سويسرا أو في سنغافورة أو في فنلندا، هذه الدول أو في الدنمارك، هذه الدول اللي تعتبر رائدة في مكافحة الفساد واللي تعتبر من أكثر الدول اللي نجحت في بناء اقتصادات قوة قوية جدا لأنها حاربت الفساد. لا يمكن بناء اقتصاد قوي إذا ما حاربش الفساد، بل لا يمكن بناء مجتمع قوي إذا ما حاربش الفساد، لأن الفساد في الحقيقة لا ينخر فقط الاقتصاد وإنما ينخر أيضا المجتمع، ينخر قيم المجتمع، ينخر مبادئ المجتمع. انظروا كثير من الناس يتكلموا يقولوا شعب فاسد. نعم تم إفساده، نعم تم إفساد عدد كبير من الناس، لكن الفاسد ليس مثل المفسد. الفاسد ممكن إصلاحه، المفسد لا يمكن، لأنه هو مصدر الفساد. أئمة الفساد، أئمة الإجرام، أئمة الكفر، أئمة هؤلاء لا يمكن، ولذلك هؤلاء لابد أن يتم إزاحتهم يعني بالقانون بطبيعة الحال، لابد أن يتم وضعهم جانبا وإصلاح ما فسد. الشعب الجزائري لديه قابلية. هذا الشعب أنا دائما يعطيني الأمل الكبير أن هذا الشعب استطاع أن يخرج فرنسا بعد 130 سنة من إجرام فرنسا، من دمار فرنسا للجزائر وللجزائريين. هذا يستطيع أن يسقط هذه العصابة وأن ينهي الفساد عندما ينشئ حكومة منتخبة تخضع للإرادة الشعبية. قل لي من يأتي بك إلى الحكم؟ أقول لك من تكون وكيف ستحكم، لأن اللي يأتي به الشعب في نهاية المطاف عندما يكون الشعب حر في اختياره فسيخضع للإرادة الشعبية. ينتبه، لماذا في الغرب مثلا نقول أن لماذا يسقط وزير لو 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 يرتشي ب 50 دولار ولا 50 يورو؟ في وزراء سقطوا في أوروبا على جال 50 يورو أو 100 يورو، هل يعقل هذا؟ يعني أقل من مليون سنتيم جزائري أو في حدود مليون يسقط وزير، وسقط بعض الوزراء لذلك. يعني فيه وزير في اعتقد في السويد لأنها شرات بالكارت دو كريدي اللي عندها، شرات غداء هي وصديقة أو صديق لها، ولم ما ديكلاراتش هذاك الأخر، حسباته على الحكومة بينما كان المفروض حسبه على نفسها، فإذا بها تسقط لما تكلمت عليه الصحافة. عندما تكون عندنا صحافة حرة، عندما يكون عندنا شعب هو اللي يختار الحاكم وليس عسكر من وراء، جنرالات من وراء هم اللي يحكموا الرئيس هم اللي يخيروا الوزير هم اللي يخيروا هؤلاء، عندما يكون هذا الجو الجو من الحريات سينتهي الفساد. إذا أضفنا له البعد الديني البعد الإسلامي اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة مركزية، قال والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، وحاشا أن تسرق، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. هذا وش معناه؟ معناه أن القانون يطبق على الجميع. طبعا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لما جاءه بعض المسلمين لما سرقت مرأة من قوم هكذا، يعني من الناس اللي عندهم أغنياء وكذا، وشافوا أنه لماذا يعني كيف تقطع يدها. فالرسول كان عنده الحكم أن القانون يطبق على الجميع في كل مكان وفي كل زمان وعلى أي إنسان، غني فقير بسيط ضعيف
هكذا لازم يطبق القانون، هذه هي اللي تسمى دولة القانون. ولذلك المسؤولين في الدول المحترمة كلما زاد المسؤولية كلما خاف، لأن أي تصرف ستراقب الصحافة الحرة، الحرة الحقيقية، مش اللي يتحكم فيها عقبة أو فوزي من قبله أو الحاج الزبير من قبلهم، الإعلام الحقيقي، التلفزيونات الحقيقية، مش تلفزيونات اللي تنشر الإشاعات والكذب وتطرح التضليل والخداع والمكر، لا، إعلام حقيقي، جرائد تكتب حقيقة ولا تخاف في الله لومة لائم، الصحافي يكتب بضميره، في التلفزيون الناس تخرج ملفات حقيقية وليست تغطي على الناس الملفات الحقيقية، مخابرات تقوم بدورها في حماية الوطن وليس في حماية النظام أو كمشة من النظام، الجيش اللي يقوم بدوره في الدفاع عن الوطن وليس التورط في الفساد في النهب وفي القتل، البوليس اللي يقوم بدوره وليس الرشاوي، القضاء خاصة اللي يكون قضاء عادل، وقاضيان في النار وقاضي في الجنة، معروف الحديث أيضا، قاضيان في النار وقاضي في الجنة، إذا ما فيش قضاء عادل. إذا أضفنا إذن لما وصلته الدول الكافرة هذه مثل اللي ذكرت نيوزيلندا، الدنمارك، فنلندا، سويسرا إلى آخره، إذا أضفنا لها القيم اللي عندنا احنا اللي عند المسلمين واللي تخوف المسلم من سنتيم واحد يديه بدون حق، سنتيم واحد ستسأل عنه يوم القيامة، إذا أضفنا إذن المؤسسات والأجهزة اللي بنتها هذه الدول، بين هذه الدول مثل سنغافورة ولها تجربة كبيرة جدا ربما سأتحدث يوما ما عنها، كيف استطاعت هذه الدويلة الصغيرة التي لا تكاد تذكر واللي هي قطرة يعني جزيرة في مرمية في آسيا تصبح الآن من أفضل دول العالم، من أكثرها تطورا وأكثرها حربا على الفساد، من أكثرها شهرة في العالم من حيث التطور، من حيث النظافة والنزاهة، هناك تجارب كبيرة ممكن نتحدث إليه. قلت إذا أضفنا لها القيم والأخلاق اللي عندنا كمسلمين، مسلمين حقيقيين مش مسلمين نتاع بارت تايم، يعني مسلمين نتاع جزئيا، يعني مسلمين فقط لما نصلوا او لما نصوموا لكن بعدين نصبحوا اشياء اخرى، لما نطبقوا القيم اللي وصولها هم بعقولهم، اضافه الى القيم الاخلاقيه والقيم التربويه اللي هي نابعه من ديننا ونابعه من مجتمعنا من تقاليدنا، سنستطيع ان ننشئ مجتمع من اقوى المجتمعات ومن اروع المجتمعات ومن أنظف المجتمعات ومن أنزه المجتمعات، وحينها تحل كثير من القضايا ومن المشاكل. ما يعودش عندك تريطوارات مكسرين لأن اللي خدم تريطوارات فاسد، ما يعودش عندك بنايات تسقط بعد 5 سنين أو 3 سنين بينما بنايات نقل الاستعمار ما تسقطش لأن اللي بنى البنايات الجديدة هذا فاسد، يعني نهب، ما دارش الحديد اللازم، ما دارش السيمون اللازمة، ما دارش إذا كان ليتيد سيسميك ولا دارها ولا ما دارهاش، ما يكونش عندك البضاعة. الآن كثير من الجزائريين عندهم سرطان اليوم من نتيجة للمواد المسرطنة اللي نستوردوا فيها من أماكن تحرمها، يعني كثير من الأماكن أوروبا في أشياء لا تباع في أوروبا لكن تباع من أوروبا للجزائر، من الصين، من تركيا، من الخليج، من أي مكان يجيبوا أي، المهم سلعة رخيصة وبيحة للغاشي. ما يعودش عندك تلفزيونات اللي مدرحة، ما يعودش عندك كمبيوترات مدرحين، ما يعودش عندك فريجدارات مدرحين، وبالتالي تصاب أيضا بالسرطان وتشري المواد وتفسد لك في شهر شهرين عام عامين، ما يعودش عندك ترافيك اللي ملا البلاد، ما يعودش عندك سيارات اللي تجيب المغشوشة، قطع الغيار المغشوشة والسيارات المغشوشة، وبالتالي عندنا ليزاكسيدون، عندنا واحد من لوطول بليزيلفي، يعني قضية ليزاكسيدون في الجزائر، الحوادث المرور من أكثر حوادث العالم، تقريبا احنا رقم اثنين أو ثلاثة بمعدل ما يقارب 90 قتيل كل أسبوع، أكثر من 4000 قتيل في السنة، مرعب هذه النسبة بمقارنة لعدد السكان ولعدد السيارات الموجودة في البلاد. إذن عندما يكون عندك أنظمة قوية رقابية ضف إليها قيم أخلاقية يربيها في المدرسة وتربيها الأسرة وتربيها المسجد ويربيها الشارع، عندما تكون عندك كل هذه الأشياء تستطيع أن تخرج من حالة الضياع اللي نعيشوها اليوم. الخلاصة اللي أردت أن أقولها أن قضية شكيب خليل هذه هو بكل تأكيد إنسان فاسد وناهب للأموال، ولكن لم يكن لوحده، وكانوا يعرفوا أنه فاسد ومنذ سنوات، ومن السنوات الأولى بوتفليقة جابوا وهو يعرف أيضا أنه فاسد، ولأن بوتفليقة هو أيضا فاسد، ولأن اللي جابوا بوتفليقة الجنرالات يعرفون بوتفليقة فاسد، فالكل متورط في الفساد. النظام اللي بني على باطل منذ 92، اللي بني على انقلاب، اللي بني على أشلاء الناس، على اختطاف الناس، على تعذيب الناس، هذا النظام كان يجب أن يلد حتما
حتما استبداد يولد الفساد، وكان يجب أن يولد الفساد، وقد ولد فساد عارم. وأصبح الفساد هذا اليوم خطر أكبر بكثير على كما قلت على فترة التسعينات، اللي شهدت قتل الإنسان كإنسان. الآن يقتل الإنسان الجزائري في عقله، في أخلاقه، وفي ضميره، وأصبح الفساد عارم، وأصبح اللي ينجو من الفساد إلا من رحم ربك. وكثيرين يتألموا لأنهم يجدوا أنفسهم في بحر من الفساد يغرقون فيه، وتغرق أولادهم وتغرق أسرهم في فساد كبير. الفساد في الحقيقة ليس مالي فقط، وإنما هو فساد اجتماعي وفساد أخلاقي. احنا سمعنا رئيس الحكومة يطالب الشباب أن يرقص ليلة كاملة وأن يزهى، وأن يعني قريب يقول له اشرب المخدرات. المخدرات طبعا لليوم تدخل البلاد بالأطنان، بل بعشرات الأطنان تقريبا، وراكم تشوفوا في الصحافة وش راي تكتب. المشكلة أن الفساد القضاء عليه يمر حتما عبر تغيير هذا النظام، لأنه ثبت الآن أنه ليس فقط نظام انقلابي ونظام قاتل ونظام مجرم ونظام سمح للدول الأخرى أن تخترق سيادتنا، وطائرات فرنسا تمر عبر الجزائر وطائرات أمريكا إلى آخره، ولكن أيضا ثبت من أنه فاسد بكل ما تعنيه الكلمة. والفاسد، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، الفاسد لا يمكن أن ينتج إصلاح. إخواني الجزائريين، مرة أخرى نحن لا نملك إلا أن نقول لكم ما نعرف، ونذكركم بما يجب أن يكون، وأن نعمل مع الآخرين، مع الأحرار، مع الشرفاء. لكن في نهاية المطاف القرار هو قرار للجميع، وليس قرار لشخص أو جهة أو منظمة، هو قرار شعب بأكمله، مجتمع بأكمله، أن يأخذ أمر بيده ويعلن أنه يجب أن يغير سلميا هؤلاء المفسدين، لدمر الوطن، دمر البلاد، دمروا العقليات، دمروا الأخلاق، وخلونا في وضع حقيقة بائس ويكاد يكون يائس. أنا أملي كبير بأننا سيتم التخلص من هذه العصابات في أقرب فرصة ممكنة، وستعود الجزائر خير مما كانت بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.